استنى يا سيمبا خدني معاك. الحق يا بابا، ده تحدي تزيين التورته يا بابا، بحبه قوي. ايوه يا سيمبا انا كمان بحبه، شايف كمان في عجله حظ اهي، شكلنا هنزين التورته باستخدامها. واو انا بموت في التحديات يا بابا، انا بقالي كتير ما عملتش تحدي. يلا بقى انا اللي هبدا الاول وهلف عجله الحظ دي يا بابا. ماشي يا سيمبا يا حبيبي، ابدا انت لفها. يلا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. الحقني يا بابا، ده طلع لي سمك يا بابا، هاكل ازاي سمك بالتورته؟ ده هيبقى طعمه وحش خالص وريحته كمان مش حلو. ماليش دعوة يا حبيبي، ده تحدي ولازم تقوم بكل اللي هيطلع لك بيه وتنفذ كل حاجة. يا خبر يا بابا، انا مش عايزة ادوق، اكيد طعم التورته هيبقى وحش، مفيش تورته بتحط عليها سمك. لازم تاكل يا سيمبا. يلا اما ادوق كده امري لله. نم نم نم، طعمها وحش خالص يا بابا. معلش معلش يا سيمبا يا حبيبي، انا دلوقتي بقى هجرب حظي في عجلة الحظ دي، ويا رب يطلع لي حاجة طعمها حلو كده علشان التورتة تبقى حلوة. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. واو، شوكولاتة كندر وشوكولاتة مينيونز، التورتة بتاعتي هتبقى طعمها حلو قوي يا سيمبا. شوف بقى، اما احط شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، اما ادوقها بقى هم 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 هم، شكلها تبقى لذيذ. يا بختك يا بابا، ما تجيب حتة. هم 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 هم، لذيذة جدا يا سيمبا، بس معلش مش هقدر اديك حتة علشان ده تحدي. طيب يا بابا، انا بقى هلف عجلة الحظ الدور ده وهيجي لي حاجة حلوة ان شاء الله، ومش هديك منها يا بابا. 9 8 6 5 4 3 2 1 0. يا سلام يا بابا، طلع لي فراولة اخيرا بقى، هتبقى التورتة بالفراولة. اما احطها بقى وازين بيها التورتة، حط هنا وهنا وهنا وهنا، يا سلام بقت جميلة جدا. اما ادوقها بقى هم 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 هم، لذيذة جدا يا بابا، مش هديك منها خالص يا بابا. هم 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 بقى كده يا سيمبا. طيب شكلها حلو جدا برضو، انا هلف عجلة الحظ دلوقتي واشوف دوري. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. شفتي يا سيمبا طلع لي ايه؟ ده طلع لي خيار، ده انا عايز بقى حته جبنه كده واكل خيار بالجبنه، ده كده الخيار هيبقى طعمه وحش قوي بالكيكه. يلا يا بابا، معلش معلش، ده تحدي ولازم تستحمل، يلا لازم تاكل الخيار بالكيكه. طعمه مش لذيذ خالص يا سيمبا، يلا هات التحدي اللي بعده. هي احسن يا بابا، علشان خليتني اكل السمك بالتورته بتاعتي وانا ما كنتش عايز اكله، يلا بقى خليك قد التحدي. اديني كلت اهو يا سيدي، يلا بقى لف عجله الحظ وان شاء الله يطلع لك حاجه طعمها مش حلو. ماشي يا بابا، يلا بينا. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ايه ده؟ شفت يا بابا؟ طلع لي طماطم، انا هاكل طماطم بالتورته، انا كده مش هحس بطعمها خالص وتبقى طعمها مش حلو يا بابا. يلا يا حبيبي خليك زي الشاطر كده وزين التورته بتاعتك بالطماطم، هتبقى شكلها تحفه. ماشي يا بابا، ما احط هنا وهنا وهنا كمان، ده بقى شكلها جميل جدا يا بابا. على فكره انا هجرب، انا كده كده بحب الطماطم اصلا. ايه هم 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 هم، حلوه برضو مش وحشه يا بابا. برافو عليك يا سيمبا، كنت قد التحدي، شكلك هتكسب. انا هلف عجله الحظ بقى واشوف هيطلع لي ايه المره دي. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. يا سلام، شفت حظ حلو ازاي سيمبا؟ شوكولاته مينيونز عليها مينيونز، ايه ده، شوكولاته ومتغرقه مينيونز، يا سلام. اما احط هنا وهنا وهنا وهنا، ده انا هغرقها كده، يا سلام هدوق بقى، ده اكيد هيبقى طعمها حلو قوي. هم 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 هم، يا سلام حلوه جدا يا سيمبا، مش هديك حته.
ماشي يا بابا، انا هلف عجلة الحظ وان شاء الله هيطلع لي حاجة حلوة وهاكلها، مش هديك منها. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. واو، شفت يا بابا طلع لي حاجة حلوة؟ مش قلتلك هيطلع لي حاجة طعمها حلو؟ شوكولاتة جميلة، انا هحط على التورته بتاعتي وهغرقها هنا وهنا وهنا. يا سلام، بقت مليانه، ما ادوقها بقى. هم 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 هم، لذيذه جدا يا بابا. هم 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 هم. واو، التورته بتاعتك طعمها شكله هيبقى حلو قوي يا سيمبا. انا بقى هجرب حظي، يا رب يطلع لي حاجه حلوه اما الف عجله الحظ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ايه ده كاتشب؟ ده انا افتكرت حاجة مهمة جدا، انا عندي حل احسن من كده، مش هحطه على التورتة طبعا. لا يا بابا، لازم تحطه على التورتة علشان تكمل التحدي، وإلا هتكون خسرت يا بابا. ماشي يا سيمبا، انت كده اللي كسبت. تعالى بقى اما اوريك هعمل ايه بالكاتشب، هعمل بيه حاجة حلوة قوي. تعالى معايا. ها يا بابا شوقتني، هنعمل ايه بالكاتشب ده؟ استنى بس يا سيمبا، اصبر، مامتك كانت طالبة الكاتشب ده مني. تعالى بس، هي زمانها جاية وعاملة لك حاجة حلوة. يا ابو سيمبا يا ابو سيمبا، انا خلصت البيتزا، جبت الكاتشب اللي قلت لك عليه تشتريه لي من الصبح. ها إيه؟ طبعا طبعا يا ام سيمبا، ده انا شاريه من الصبح، ده انا مستنيكي من بدري. شنو ايه يا بابا، انت تضحك على ماما ولا ايه؟ ده انت لسه كسبان في عجلة الحظ. ايه ده، انتوا عملتوا مسابقة وتحدي من غيري وكلتوا فيها كمان حلويات وكلتوا حاجات اكيد حلوة؟ لا بقى، انا هاخد البيتزا دي وهاخد الكاتشب وهاكلهم لوحدي ومش هديكم منها، انا زعلانة منكم. لا 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 لا، تمشي، ده ايه ده، احنا كلنا عك لما شبعنا. إيه هو ده، كانت مسابقة، ده كان كلها اكل كده مش حلو اصلا، حاجات كده مش هتحبيها. انا دلوقتي بقى جعان، لازم اكل البيتزا دي واحط عليها الكاتشب، بحبه قوي يا ام سامبا، ما تزعليش بقى. ماشي، هات الكاتشب ده اما احط بقى منه شوية. واخيرا البيتزا بقت جاهزه، اتفضلوا. هم 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 هم، طعمها تحفه يا ام سيمبا، تسلم ايدك، بجد تحفه. تسلم ايدك يا ماما، الاكل طعمه حلو جدا، مش الاكل اللي انا اكلته وجع لي بطني، ده كان عك والله. شفتي بقى يا ام سيمبا، اهو اعترف لوحده ان الاكل ما كانش حلو، علشان ما تزعليش. يلا بقى يا اصحابنا يا حلوين، خلصت حلقتنا. لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في قناه حواديت موها، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه يا اصحابي، باي باي.